شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول نقطتين. النقطة الأولى العلاقة بين العلم الإلهي ومجموعة العلل القائمة في هذا الكون، سواء كانت عللاً طبيعية أو كانت عللاً غيبية. والنقطة الثانية العلاقة فيما بين العلل الطبيعية والعلل الغيبية. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول وهو موضوع العلاقة فيما بين العلم الإلهي ومجموعة العلل الكونية، هذا الموضوع يعالج مشكلة قائمة كانت من قبل، وهي قائمة بالفعل، وستظل هذه المشكلة إلى ما شاء الله أو إلى ما علم الله. أنتوا إذا تراجعون كتاب الطبقات تجدون أن هذه المشكلة كان يعاني منها الصحابة حتى في الصدر الأول. كانت هنالك مشكلة فكرية، وهذه المشكلة الفكرية كانت تولد إرباكات عملية، وقبل الصحابة وبعد الصحابة، الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معكم، لعله يوجد 800 مليون مسلم. ما علينا بالآخرين، نترك الآخرين جانبا، علينا بهذه الأمة. لعله هنالك 800 مليون واحد من هذه الأمة،
وقعوا في هذه المشكلة وتورطوا في هذه المشكلة ولم يستطيعوا منها فكاكا. احنا لتوضيح الصورة لابد أن نذكر مقدمة، وهذه المقدمة هي أن العلم، أنت عندما تعلم بشيء هذا العلم على نوعين. النوع الأول العلم الفعلي. ما هو العلم الفعلي؟ العلم الفعلي هو العلم الذي يولد المعلوم. عندنا علم وعندنا معلوم. مثلا أنت الآن تعلم بأن الشمس طالعة، هنالك شيء في ذهنك يطلق عليه العلم، وهنالك معلوم، المعلوم يعني طلوع الشمس في محلها من السماء. العلم مرة يكون مولدا للمعلوم، يعني العلم يكون في الدرجة الأولى والمعلوم يكون في الدرجة الثانية. مثلا الأطباء يقولون أنه بإمكان واحد أن يولد المرض في ذاته بعلمه. مريض نايم في المستشفى، أو رجل صحيح مو نايم في المستشفى يتصور أنه مريض، تشوفوه إيش فيك اليوم؟ ليش وجهك مصفر؟ هذه تجربة طبية حدثت بالفعل. مجموعة من الأطباء أرادوا أن يعرفوا تأثير الإيحاء. الرجل صحيح ما في شيء، الطبيب الأول شاف إيش فيك اليوم؟ ليش وجهك مصفر؟ الطبيب الثاني شافه قال له إيش بيك أنت اليوم؟ تعاني مشكلة معينة. الطبيب الثالث شافه إيش بيك؟ أكو هنالك اختلال في صحتك؟ وإذا بالشخص ينهار ويسقط طريحا في المستشفى. رجل جاي لعيادة مريض ما بيشي، بهذا الإيحاء سقط في المستشفى. هذا يطلق عليه العلم الفعلي. العلم الفعلي يعني شنو؟ يعني أنا أعلم بأني مريض، أنا ما في مرض. العلم يأتي في الرتبة الأولى. بعد العلم بالمرض يتحقق المرض، مو أنه كان هنالك مرض ثم كان هنالك علم بالمرض. في الرتبة الأولى كان علم بالمرض، وفي الرتبة الثانية كان هنالك المرض. هذا الشيء مسلم في علم الأخلاق وفي علم الطب وفي علوم أخرى. هذا العلم يسموه العلم الفعلي، يعني الذي يخلق المعلوم ويوجد المعلوم. النوع الثاني العلم الانفعالي. شنو هو العلم الانفعالي؟ أكو هنالك واقع قائم، مو أنت تريد أن تخلق ذلك الواقع القائم، أكو واقع قائم، ولكن هنالك حجاب بينك وبين ذلك الواقع، ثم ينكشف لك ذلك الواقع. هذا يطلق عليه العلم الانفعالي. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية
في العلم الانفعالي قد يكون المعلوم ماضيا وقد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا. الماضي والحاضر والمستقبل لا يؤثر في كون العلم انفعاليا. شلون؟ نأتي بمثال من الماضي ونأتي بمثال من المستقبل. أنت تعلم بطوفان نوح صلوات الله وسلامه عليه. في زمان قديم حدث هنالك طوفان، علمك ولد الطوفان؟ لا، الطوفان هو الذي ولد علمك، لأنه كان هنالك طوفان عم الكرة الأرضية، أنت علمت بذلك الطوفان. إذن المعلوم ماضي وعلمك تابع لذلك المعلوم. زين، سؤال: علمك علة للطوفان أو الطوفان علة لعلمك؟ ياهو منهم، الطوفان سبب لعلمك أو علمك سبب للطوفان؟ ياهو منهم. واضح، الطوفان سبب للعلم، لأنه كان هنالك طوفان علمت بالطوفان، مو لأنك علمت بالطوفان كان هنالك طوفان. مثال من المستقبل: أنت تعلم بأن الشمس سوف تطلع غدا، علمك علة لطلوع الشمس غدا؟ لأنك علمت بأن الشمس تطلع، الشمس تطلع؟ لا، لأن الشمس سوف تطلع غدا أنت تعلم بأن الشمس سوف تطلع غدا. يعني في هذا العلم علمك لا يؤثر في طلوع الشمس غدا، سواء علمت بأن الشمس سوف تطلع غدا أو لم تعلم بأن الشمس سوف تطلع غدا، الشمس سوف تطلع غدا. إذن هذه حقيقة قائمة في محلها، أنت قد تعلم بها وقد لا تعلم. علمك معلول لطلوع الشمس، مو أن طلوع الشمس معلول لعلمك. نأتي إلى علم الله. 800 مليون مسلم أو أقل أو أكثر، مو الآن وإنما من عهد الصحابة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى علم منذ القدم بأن أبو لهب سوف يكفر. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن أبو لهب سوف يدخل جهنم. الله من قبل 100 مليار عام كان يعلم بأن أبو جهل سوف يدخل جهنم وبأن أبو لهب سوف يدخل جهنم. هذا العلم الإلهي سلب أبو لهب اختياره؟ لا، لأن كفر أبو لهب بسبب اختياره الكفر، اختار الكفر فكفر. وعلم الله مو مؤثر في كفره. يقول لك هؤلاء: الله كان يعلم أنني سوف أعصي فعصيت، أنا ما إلي طريق. الله
علم أنك ستعصي لأنه علم بأنك سوف تختار العصيان والعياذ بالله. الله يعلم بأنك تطيع وبأنك تصلي في هذا اليوم صلاة الصبح. علم الله مو علة لصلاة الصبح، وإنما اختيارك لأن تؤدي صلاة الصبح علة لصلاة الصبح. إذن بالنتيجة العلم الإلهي لا يؤثر في حركة الأسباب. الأسباب الطبيعية التي تختارها كلها منوطة بك ولا ترتبط بالعلم الإلهي، أنت مسؤول عنها، الله مو مسؤول عنها، لأنك باختيارك اخترتها. والأسباب الغيبية التي تختارها منوطة باختيارك، أنت الذي اخترت وأنت الذي صممت وأنت الذي أردت. علم الله لا دور له في ذلك، وإنما أنت المسؤول. لذلك يوم القيامة يؤتى بهذا العاصي: لماذا عصيت؟ فلله الحجة البالغة. العاصي اختار العصيان بإرادته، والمطيع اختار الطاعة بإرادته، والعلم الإلهي لا دور له في ذلك مطلقا. هذا باختصار بحث العلاقة فيما بين العلم الإلهي ومجموعة العلل الكونية. ويجب أن يدقق الإخوة في هذه النقطة، لأن هاي مو شبهة تاريخية. قبل 5000 عام فيلسوف طرح هذه الشبهة، هذه شبهة قائمة الآن. إذا الشباب لا يتعلمون علم العقائد، هؤلاء كيف يقفون أمام الشبهات؟ الخيام كان يشرب الخمر كما يقولون، وهو يقول: إنني أشرب الخمر لأن الله كان يعلم أنني أشرب الخمر. هذه مغالطة قائمة إلى هذا اليوم. إذا المؤمنين لا يعرفون كيف يجيبون على هذه الشبهة، كيف يقفون أمام الآخرين؟ وكيف يحصنون أنفسهم أمام هذه الشبهات؟ ضروري أن كل واحد من المؤمنين أن يدرس علم العقائد كلمة كلمة، وأن يعقدوا هنالك مجالس لدراسة علم العقائد. لأن إذا واحد لم يدرس عند العقائد، لم يفهم هذه الحقائق العلمية بموج واحد، يذهب إلى حيث شاء الشيطان. هذه نقطة. النقطة الثانية: الأسباب الطبيعية والأسباب الغيبية باختيارنا نحن البشر. الله سبحانه وتعالى لا يجبرنا على انتخاب سبب. البحث الثاني: ما هي العلاقة بين العلل الطبيعية والعلل الغيبية؟ أكو هنالك دكتور معروف في العالم، الدكتور كارل، عنده كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول. هذا رجل حجة، يعني تعتمد عليه جامعات العالم. في هذا الكتاب يقول بأنه قديما كثير كانوا يعتقدون بأن البقاع المتبركة، المراقد المطهرة لها تأثير.
كانوا يذهبون إلى هذه المراقد ويطلبون منها الشفاء ويطلبون منها العلاج، ولكن الأطباء الجدد ضعف اعتقادهم بهذه القضية. مع تطور العلم شافوا أنه لا، هنالك أسباب طبيعية تتسبب بهذه الأسباب الطبيعية تصل إلى غرضك، ماكو هنالك أسباب غيبية تتسبب بها إلى مقصودك. بعدين هو يقول ولكن هذه المقولة التي يعتقد بها الأطباء الجدد، طبعا مو مرادة كل الأطباء، كثير من الأطباء متدينين معتقدين، كثير من الظواهر تحتاج إلى تفسير. هذا مو رجل مسلم يقول هذا الكلام، هذا عالم معتمد، وهذه المقولة تحتاج إلى إعادة نظر. يقول الآن المؤسسة الفلانية، يذكر اسمها، جامعة عدد ضخم من هذه النماذج، واحد فيه سل عظمي، هو يذكر هذا المرض، السل العظمي، التجأ إلى الله، توسل بتلك البقاع. هذا المرض اللي لم يكن يمكن أن يشفى إلا في مدة طويلة، سنوات، أشهر، يقول في ثواني ذلك الألم الشديد مرة واحدة ينطفئ، وهذا المريض المصاب بالسل العظمي ما في أي شيء. كيف يفسر الأطباء هذه الظاهرة؟ السرطان الجلدي، يذكر هذا المرض، يقول عندنا كثير من العينات الطب عجز عن علاجها، والأطباء ما كان عندهم جواب، ولكن ببركة التوسل، ببركة الاستشفاع، وإذا في ثواني أو دقائق، يقول ثواني أو دقائق، ألم شديد، وإذا بهذا الألم في لحظة في ثانية ينتهي ويشافى هذا المريض. يقول الأطباء يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم ويجب أن يفسروا هذه الظواهر. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الكبير الذي كان في حياته مرجعا أعلى للطائفة، هذا كان عنده علاقة خاصة بشعائر الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكان له علاقة خاصة بخطباء الإمام الحسين، كان يقول هؤلاء الخطباء منسوبين إلى سيد الشهداء ويجب أن يعظموا بسبب أنهم منسوبين إلى سيد الشهداء. وكان يعمل أشياء في أيام عاشوراء لعله إحنا مو مستعدين، يعني في الواقع نرى أنه غضاضة أكو في ذلك، عمل صعب علينا، حتى واحد عادي لعله مو مستعد يعمل في يوم عاشوراء. هذا المرجع الأعلى، يعني أقوى رجل في الطائفة، قائد الطائفة، كان يطلع من بيته حافي، لا يلبس الجراب ولا يلبس النعال، ويطلع حافي وتحت الحنك مفتوح، هذه علامة المصيبة، ويضع قطعة من الطين على جبهته وعلى خده ويخرج في الموكب. ما يقول أنا مرجع، أنا زعيم، لا،
في جهاز الإمام الحسين صلوات الله عليه، الكل يجب أن يشترك من الصغير إلى الكبير. هو ينقل أنه أنا عندما كنت في بروجرد قبل أن يأتي إلى قم أصبت بوجع في العين، والوجع اشتد واشتد، وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا وجع كوجع العين، اشتد الألم واشتد الألم، وراجعت الأطباء استعملت الأدوية، الأدوية ما كان فيها أي فائدة، لأن عندنا في الأحاديث أن الدواء عندما يدخل بدن المريض يستأذن الله تعالى أعالج أو ما أعالج، إذا الله أذن إليه يعمل، إذا ما أذن إليه ما يعمل، كل شيء في هذا الوجود بيد الله. يقول أنا كنت قاعد وأعاني الألم، والألم يشتد يوم بعد يوم، والأطباء بالنتيجة ما تمكنوا يعملوا شيء لأن إرادة الله ما شاءت. الطبيب خو إرادته مو أقوى من إرادة الله. يقول أنا قاعد، صار يوم عاشوراء على ما هو المتداول، الوفود كانوا يجون إلى بيت المواكب، يقول الوفود دخلوا وأنا رأيت الطين على جباههم ووجوههم وأكتافهم وصدورهم، وأنا في تلك الحالة أعاني من ألم شديد في العين. يقول أنه أنا مرة واحدة إجا في بالي هذا المطلب، أن آخذ شيئا من هذا الطين وأستشفي به. يقول كان واحد يمي أخذت شوية من الطين اللي عليه ووضعته على عيني، يقول بمجرد ما وضعت ذلك الطين على عيني وإذا بالألم يخف. ولم تمض إلا مدة قصيرة وإذا بالألم يزول بالمرة. السيد البروجردي الذين رأوه ينقلون في حالاته، يقولون إلى آخر أيام حياته مع أنه كان معمر، عمره كان حوالي 89 عام عندما توفي، لم يحتج إلى المنظر أبداً، وكان يطالع الخطوط الصغيرة عن بعد كما يطالعها الشاب القوي. ببركة طين شخص يمشي في موكب سيد الشهداء صلوات الله عليه. الجد أيضا رحمة الله تعالى عليه أيضا تنقل عنه قضية مماثلة لهذه القضية، أنه كان يطالع على ضوء القمر لعوامل معينة، من الليلة الثالثة أو الرابعة كان يذهب ويطالع على ضوء القمر، فابتلي بضعف شديد في العين، وبعد ما قام يقدر يطالع فتوسل بالعباس صلوات الله وسلامه عليه. وأكو في التوسل بالعباس تقال هذه الكلمة: يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق الحسين. هذا يقال في التوسل بالعباس صلوات الله وسلامه عليه. ببركة هذا التوسل عاد بصره كما كان من قبل، وإلى آخر أيام حياته كان من فوق السطح كما ينقل بعض أبنائه، كان ينظر إلى ساعة حرم سيد الشهداء. كانوا يقولون إحنا كنا شباب ما كنا نستطيع أن ننظر الساعة، ولكن هو في شيخوخته في حوالي 80 كان ينظر إلى تلك الساعة. التوسل بهذه الصفوة،
التسبب بهذه الأسباب الغيبية مؤثر في حل مشكلات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا مليئة بالمخاوف، وفي حديث لطيف: ولا يصلح ابن آدم إلا الخوف. واحد ما يعلم إلى دقائق بعد حي أو ميت. حقيقة عجيب أمر هذه الدنيا. البارحة كان حي، اليوم ينادى إن فلان مات، انتهى، كأنه لم يكن له وجود. البارحة هذا كان صحيح، وإذا والعياذ بالله دعمته السيارة والآن نايم في المستشفى، وثقبوا رأسه حتى يثبتوا رأسه لأن عموده الفقري قد أصيب. لحظات، هذا الرجل اللي كنا نعرفه انتهى، أصبح طريح، ما يتمكن يتحرك. هذه الدنيا مليئة بالمخاوف، ومن أهم العوامل المؤثرة في رفع هذه المخاوف وفي علاج هذه الابتلاءات التوسل بهذه الصفوة الطاهرة. إن شاء الله ببركة هذه المجالس وببركة هذه التوسلات، الله سبحانه وتعالى يدفع عنا كل الأخطار وكل الشرور، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.